أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالزيارة التاريخية الأولى لفخامة الرئيس إسحاق هرزوغ رئيس دولة إسرائيل لمملكة البحرين وما تشكله من خطوة مهمة لتوثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين والدفع بمسار التعاون المشترك إلى آفاق أوسع وأشمل بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة. وقال سعادته في إيجاز إعلامي على هامش زيارة فخامة رئيس دولة إسرائيل إلى مملكة البحرين أن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه استقبل فخامة رئيس دولة إسرائيل والوفد المرافق، حيث عقد جلالته جلسة مباحثات مع الرئيس الإسرائيلي بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أكدت على الرغبة الصادقة في مواصلة الجهود الثنائية لتطوير وتنمية التعاون المشترك في كافة المجالات. وأضاف سعادة وزير الخارجية أن جلالة الملك المعظم رحب بفخامة الرئيس والوفد المرافق، معربا عن ثقته بأن هذه الزيارة لها دور هام في توطيد العلاقات بين البلدين ودعم التطلعات المشتركة على صعيد ترسيخ السلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. وأضاف سعادة وزير الخارجية أن جلالة الملك المعظم ثمن بكل التقدير التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين منذ توقيع اتفاق المبادئ الإبراهيمية وإعلان تأييد السلام. وقال سعادة وزير الخارجية أن جلالة الملك المعظم أكد لفخامة الرئيس الإسرائيلي أن مملكة البحرين لديها إيمان راسخ بأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية. وأضاف سعادته أن جلالته أكد موقف البحرين الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن جلالة الملك المعظم والرئيس الإسرائيلي بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتدارسا سبل تشجيع التواصل بين القطاع الخاص وتبادل الزيارات والوفود الرسمية، لما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يعود بالخير والنفع على البلدين. وقال سعادة وزير الخارجية إن الجانبين أعربا عن الارتياح للمستوى المتطور في العلاقات الثنائية وما تحقق من خطوات إيجابية في العديد من المجالات، وأكدا على أهمية مواصلة العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. وأضاف سعادته أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعمل على تعزيز جهود إحلال السلام الدائم والتعايش المبني على الثقة والاحترام المتبادل، والتأكيد كذلك على أهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة لحل النزاعات. وقال سعادة وزير الخارجية أن جلالة الملك المعظم أكد خلال الاجتماع على ضرورة دعم الدعوة إلى الحوار والمفاوضات المباشرة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا لإحلال السلام الدائم في القارة الأوروبية، مؤكدا أنه موقف البحرين الثابت والذي دعا إليه جلالة الملك في لقائه مع قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته لمملكة البحرين مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ومشاركتهما في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي. وأضاف سعادة وزير الخارجية أن الرئيس الإسرائيلي أعرب عن تقديره لجهود جلالة الملك المعظم لترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش بين الأديان والمعتقدات وتكريس حوار الحضارات والثقافات، مشيدا فخامته بزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين وما دلت عليه من مكانة رفيعة للمملكة على الصعيد العالمي. وفي ختام الإيجاز أكد سعادة وزير الخارجية على أهمية تنفيذ المبادئ والبنود التي تضمنتها استراتيجية السلام الدافئ المشتركة لما لها من تأثير مباشر على تنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما قدم سعادة وزير الخارجية التهنئة للحكومة الإسرائيلية الجديدة على نجاح الانتخابات، معربا عن تطلع مملكة البحرين إلى العمل مع رئيس الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو للبناء على ما تم التوصل إليه من خطوات إيجابية في إطار تحقيق المبادئ الإبراهيمية التي تدعو إلى السلام والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.